عندما تتعانق أقدم أبجدية في التاريخ مع أثير هوانا، ترقص النوارس والسنون فرحا بإطلاق صافرة البداية وإعلان بدء أوغاريت. افتتحت قناة أوغاريت في 1/1 من عام 2014 ليطال بثها المنطقة الساحلية وما حولها، ومع أسرارنا نحن الكادر الإعلامي لتتحول محطتنا الأرضية لتحلق مع أقمار دمشق، لتعلن للكون بثا فضائيا يتطيب من عبيرها أصقاع الأرض. منذ انطلاقها أخذت على عاتقها تقديم برامج ومواد تواكب الحياة ومتطلباتها، وكذلك أيضا تطوير ذاتها والنهوض بها دائما من خلال تقييم أدائها خلال العام أو من خلال استقبالها للأفكار والأعمال الجديدة. بالبداية أقول الرحمة كل الرحمة على أرواح شهدائنا الأطهار الذين غابوا وما حضروا كي يحضر مجد الوطن، والسلامة لجرح أبطال الجيش العربي السوري، والسلامة لأبنائنا المفقودين، وتحية إجلال وأكبار وتقدير للأيادي الضاغطة على الزناد تحمي كل بقعة في أرض سوريا الغالية. وبما أن أوغاريت واضحة وسريعة الانتماء والهوية، أدركت ضرورة مواكبة الأحداث التي يمر بها بلدنا، فاعتمدت النظام الإخباري لتتكامل مع أثير دمشق شقيقتها الكبرى، كما أنها أنتجت أفلاماً وموضوعات عن أبطالنا أبطال الجيش العربي السوري الجباه الشامخة. أوغاريت التي تتمتع بإطلالة جميلة قريبة من القلب لم تكتفي بهذا، بل كانت دائما تعنى بمواضيعها كما في صورتها، وتراعي المضمون الإيجابي البناء لمختلف شرائح المجتمع، وترصد الواقع وتلامس هموم الناس، وتقف على تلبية احتياجاتهم ورغباتهم بجرأة وموضوعية. ولأن هوية صوتها نقل الواقع بمصداقية وموضوعية، ستبقى أوغاريت منارة في سماء الوطن وصوت الناس وأملهم المستقبلي.